بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال أمير المؤمنين ومولى المتقين عليه أفضل صلوات المصلين: هو عيد لمن قبل الله صيامه وقيامه. إخوتي المؤمنين، أخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم عيد الفطر المبارك، أعاده الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين باليمن والخير والبركة، وببركة هذا اليوم الذي جعله الله عيدا للمسلمين وعيدا لأوليائه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن يعجل في فرج إمامنا صاحب الأمر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وتقبل الله صيامكم وقيامكم بأحسن القبول. ووفقكم الله لكل خير. هذا اليوم الأول من أيام شهر شوال المبارك، هو أول أيام عيد الفطر، وها نحن يؤسفنا أن لا نكون مجتمعين بأبداننا، ولكن إن شاء الله قلوبنا مجتمعة لأداء صلاة العيد، والكيفية تكون بهذا الشكل. أنا أبتدأ بالصلاة وكأني في أوساطكم وأنتم في بيوتكم تتابعون الصلاة بنية الفرادة، يعني ليست هنالك نية جماعة في الصلاة وإنما نية فرادة. كل ما هنالك تستفيدون من الموبايل التليفون وتشغلوه على سايد المؤسسة، يعني على صفحة المؤسسة الإمام علي في كالجاري، وتتابعون معنا أداء الصلاة ولكن بنية الفرادة، يعني هكذا النية تكون: أصلي صلاة العيد فرادة قربة إلى الله تعالى، وتكبر مع تكبيرتي، وتقرأ مع قراءتي الحمد والسورة الثانية، وهنالك في الركعة الأولى، الصلاة ركعتان طبعا، في الركعة الأولى بعد الحمد والسورة هنالك ستة تكبيرات، خمس تكبيرات عقيب كل تكبيرة نقرأ الدعاء المعروف: اللهم أهل الكبرياء والعظمة. وفي التكبيرة السادسة نهوي إلى الركوع، ثم إلى سجدتين، ثم القيام مرة أخرى لأداء الركعة الثانية، فنقرأ الحمد والسورة الأخرى، ثم نكبر خمس تكبيرات. بعد كل تكبيرة نقرأ الدعاء، أربع تكبيرات نقرأ أربع مرات الدعاء، ثم في التكبيرة الخامسة نهوي إلى الركوع، ثم إلى سجدتين، ثم التشهد والتسليم، وبعد ذلك يستحب الإتيان بتسبيحة الزهراء عليه الصلاة والسلام. هذه كيفية صلاة العيد. فكل من يجلس الساعة الثامنة صباحا، من جلس الساعة التاسعة صباحا، من يريد النوم أكثر لأنه قد سهر ليلا، يريد الجلوس بالحادي عشر صباحا، فبمقدوره أي وقت أحب أن يدخل على صفحة المؤسسة، مؤسسة الإمام علي في كالجاري، ويتابع معنا الصلاة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذه بالنسبة للصلاة. وهنالك خطبة لسماحة العلامة السيد مرتضى الكشميري الممثل العام لآية الله العظمى السيد السيستاني، تسمعونها بعد أداء الصلاة. النقطة الأخرى التي أحببت أن
أشير إليها هو أن زكاة الفطرة لا بد من إخراج الزكاة قبل أداء الصلاة، قبل أداء الصلاة إخراج زكاة الفطرة عن كل فرد 10 دولارات، وطبعا هذه تبعث إلى الفقراء، وبالمؤسسة هنالك من يتسلم الحاج محمد الصيمري وأخذ إجازة من الممثل العام للمرجعية لكي يرسل هذه الأموال للفقراء في العراق. في العراق هنالك أصحاب حاجة وفقراء يستحقون الزكاة وهذا الحق الشرعي، وداعيكم أيضا يتسلم لإرسال هذه الحقوق الزكاة إلى المستحقين. وهنالك مسألة، من يعلم بوجود مستحق في هذا البلد ونحن ها هنا، إذا هنالك فقير تعرفونه محتاج فلا يجوز الإخراج إلى خارج البلد مع وجود المستحق في داخل البلد. إذا تعرفون أحد محتاج هنا فقير فتعطوه مباشرة زكاة الفطرة عن كل فرد 10 دولار، والمعين اللي إذا كان الأب هو المعين يعني هو فعلا هو المعين فيدفع عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده، وإذا كانت الأم فعلا هي المعيلة يعني ما في أب نعم فالأم هي مكلفة بدفع 10 دولار عن كل من تعيل من الأولاد. هذه المسألة أيضا أحببت أن أبينها إليكم. أكتفي بهذا القدر وأبتدئ بصلاة العيد، صلاة عيد الفطر ركعتان وكما ذكرت لكم تفصيلا. الآن إن شاء الله بعد الصلاة على محمد وآل محمد نبتدئ بصلاة العيد، وأحببت التنويه إلى مسألة مهمة، إن هذا اليوم يوم عظيم، يوم مبارك لا يقل أهمية عن ليالي القدر، وهذا يوم تقبل فيه التوبة ويقبل فيه الاستغفار، وهذا يوم ينبغي للمؤمن أن يحافظ على حرمته بالتوجه إلى الله، بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، بزيارة الإمام الحسين، بقراءة الأدعية المخصصة في هذا اليوم المبارك، وتفقد الأرحام، صلة الأرحام ولو بالاتصال تليفونيا، التهنئة بين الأخوة والأخوات، تحاببوا وتعاونوا على البر والتقوى كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. فهذا يوم عظيم، يوم مبارك، ينبغي للمؤمن أن لا يضيع هذا اليوم ويستفيد منه ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأله جميعا أن يكشف هذا الكرب وهذه الغمة عن هذه الأمة كي يتسنى لنا الرجوع إلى المساجد والحسينيات والمؤسسات للقيام بالشعائر الإلهية والدينية. ولا تنسوا أمواتكم أيضا في هذا اليوم المبارك بالصدقة وبالترحم عليهم، فإن الأرواح تدور حول البيوت بانتظار من يقدم هدية لتلك الأرواح. فلا تنسوا أمواتكم في هذا اليوم المبارك. وآخرا أستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نبتدئ بصلاة العيد، أصلي إني بهذه الكيفية، أصلي صلاة العيد فرادى قربة إلى الله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
دين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وآله. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم يا أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وآله. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وآله. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة
وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وآله. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وآله. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي أتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذب الثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم
الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وآله. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وآله. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وآله. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وآله. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسألك العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة، بحق محمد وعترته الطاهرة صلواتك عليهم أجمعين. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.